تواصل مع حضرتك ولا لا. لكن ده كلام محمد جمال عضو مجلس الإدارة، إن كده كده النادي الإسماعيلي هيلعب ماتش المحلة يوم السبت إن شاء الله. بص انا ما اقدرش اقول لك ان هو هيلعب ولا ما يلعبش، دي فعلا من الجايز جدا وقد تكون من المنطقي طالما الدنيا هاديه بالمنظر ده، هو فقد تكون ان ده مدبر اليه، او قد يكون تم التواصل مع الاتحاد وقدموا الطلب اللي قلت لك عليه ان هم عايزين مهله عشان يدبروا الموقف او المبلغ. طيب انت موقفك ايه بقى الفتره اللي جايه يا استاذ محمد؟ انا بالنسبه لي ان لم يتم تسويه قانونيه شامله من خلال الاتحاد المحلي بتاعنا ومن خلال الاتحاد الافريقي اللي هو بيراقب موضوع الرخص في مصر ومسؤول عنها اكثر من الاتحاد المصري نفسه، يعني المسؤول عن تنفيذ الرخص وبيراقبها هو الاتحاد الافريقي وهو الواصله ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الدولي. فانا بقول لك إن ما كانش مضمونة العملية تسوية قانونية 100% فأنا مستمر. لكن أنت ما عندكش مشكلة في الجدولة يا أستاذ محمد؟ بص ما فيش حاجة في الدنيا ملهاش حل، وعلى طيب. فكرة أقول لك على حاجة اتفضل. احتراما برضو للراجل، الراجل قعد معايا اللي هو المهندس نصر أبو الحسن وشرح ظروفه وقال لي إن هو خلال رحلته إلى قطر الأسبوع اللي فات إن هم إن شاء الله هيدبروا الفلوس وهيجي يقعد معايا مجرد ما يرجعوا، ولكن للاسف لا جه ولا تم التواصل، فربما ما قدرش يحل الموضوع، لكن للحقيقه وللامانه الرجل بيحاول بكل امكانياته ان هو يحل، ولكن يبدو ان النهارده احنا مشكلتنا ده مش مشكلتي، لكن هي في الحقيقه مشكله الانقسامات الداخليه في كل مكان بتؤدي الى عرقله كتير من الحلول اللي ممكن تسهل على الناس عيشتها. يعني استاذ محمد انا طبعا اعرف حضرتك من سنين وانت راجل محترم جدا، الله يسلمك، بس خليك مهاود مع الاسماعيلي وجماهير الاسماعيلي وتاريخ نادي الاسماعيلي، وانا عارف ان انا عارف ان انا بقول لك حاجات بره الحق بتاعك، وانت من حقك انك انت تسعى تماما وتحافظ على حقوق ناديك وحقوق طبعا حق حضرتك طبعا في الحصول على المبلغ المالي، بس خليك برضو خليك برضو مهاود مع الاسماعيلي وجماهيره، وان هو واحد من اعرق واهم الانديه في مصر. طبعا يعني اكيد في اطار اللوائح والقوانين هيكون في إذا كان الإسماعيلي هيتجه لما قلت لك عليه ده هي مسألة التماس بمهلة زمنية محددة مع الاتحاد، فأنا في السعادة هيبقى احنا من خلال الاتحاد ومن خلال المحترم جمال علام والمحترم اللواء حلمي مشهور والناس اللي هي متحملة مسؤولية تسوية النزاعات، أنا ما عنديش أي مانع نقعد نسوي أستاذ وليد العطار وكل الناس المسؤولين، ولكن في إطار رسمي وقانوني وليس أكيد طبعا في إطار رسمي وقانوني، وأنا مش بدعو لحضرتك، أنا قلت لحضرتك أنت من حقك تماما تحافظ على حقوق ناديك، وفي نفس الوقت من حق الإسماعيلي علينا كلنا بما فيهم أنت إنك تبقى مهاود مع طبعا المسؤولين في نادي الإسماعيلي اللي ما عندهمش فلوس يرفعوا القيد، فبالتالي هيحاولوا يدبروا لك طبعا المبالغ المالية اللي تتفقوا بقى عليها بشكل قانوني وبشكل رسمي، لكن نادي الإسماعيلي تاريخه كبير جدا جدا. أستاذ محمد طويلة أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا، رئيس نادي النجوم من حقه أن يدافع طبعا عن حقوقه، لازم نحترم ده، وزي ما بقول لك وأفضل أقول لك طبعا أن أي حد من حقه طالما بيسلك الطرق